كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. وإحنا من هاي مع التجمعات البلاية هذه ما نعرفش السهرات الليلية والدورات والمازوت كيتحرق تما وحنا الدراويش هنا ما عندش حتى ما يشربوا. دابا كنتفاجأ اليوم شي واحد قال لي بلي أن جات شي مراسلة عام الولاية إلا ما كان شي مرخص ما يديش الماء والضوء. حنا في الدستور ديال 2011 راه فيه الماء فيه الضوء فيه الحماية فيه الاستقرار فيه الخبز الرخيصة فيه الحماية الاجتماعية فيه القراية فيه دابا هو كيقرا تيعيا ما كيتخرجش غيعمل بهاد القراية كاع ما بقى كيتشجع حتى شي واحد لا يجوج ولا يولد وحنا في ملايين ملايين في كأس العالم هو ماجي لما كنفكروا مثلا الضيوف يجيو عندنا بحال اخر كنجبروا نعاس برا كندكدك ومخبى على البطانيات تيجيو الضياف عادي يفرجوا منه ولادو جالسين في البطانيات الحباسه ديال مخبى على الطوسين ديال الطوس شي واحد غايجي لعندو فيه شي نسمه ما نعرفش عامله راه اخر ملي كيسكن في العماره وكيجبر الدروج كيشعل الضوء كيدخل كيشعل عليه الضوء حتى كيتسالى عليه في الباب ديالو راه ما غيصوتش عليك اشريف راه لي ساكن مأمن ومسالي شغله والله لا صوت عليه كتصوت بسنانه العوامه شرب ديبان لا 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 الخندق الوار خندق الدير سيدي دريس الحراري هما اللي كيصوتوا محتاجين اللي ياخذ بيدو اللي شبار في يدو ويقول له ما جا شريف ها الماء ها الضوء اين راه العموميه اللي كريزي حتى واحد راه دابا حنايا في الحروب الاهليه شي كيدابز مع شي ما عرفناش علاش كلشي حما لا ماشي اختصاص ديالك لا اختصاص هذا اختصاص ودابا المجلس علينا يخرج من 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 الولايه ديال الخمسه ديال 23 ولا 22 هو باقي كيدابز اختصاصات لا الفصل 23 انا عمري ما شفت فصل بعدا فصل 23 كيقول لها الرئيس كيرخص ملي كنمشيو كنجبروا العمده كيرخص واحد سيدو كنجبروا لا وراسالة كتجيب الولايه الا ما يرخصش الولايه ما يرخصش من موراه الوكاله الحضاريه قالوا رخصوا له لا ما رخصولوش لا 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 لا, لا حنا جالسين هنا دخلوا كلشي المنصه شكون كيستافد واحد الطبقه قليله اللي قرات في التليفون ماشي تافد في المدرسه في المدرسه عندنا فيها الانترنت ها هو الاستاذ قلنا هو معنا ديال التعليم مدرسه في الجيراري مره اخرى دخلت والله الا تحشمت كاملين دكدكه كلشي مهرس السقوف ها هو لا 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 اش كيسموهم هذوك الطاويلات مهرسين الاساس شارفين اخر عنده 23 سنه شرف مع العواوج الكارثه لا تربيه لا نظام لا 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 طرق معوطين لا تبقى ماشي في البيستا يلاه كدكدك في الطوموبيل كتحرق الضوء ويجي بوليسي كيقول لك وقف خلص المرتع ما شفتيش انا ملي ماشي من 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 من, من, من الاربعه عند اليوم وانا ماشي في البيستا ومخلص الضريبه ديالو مخلص السيكيرو مخلص السيكيرو دجاج ولا حقالو شي واحد ولا 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 وهو بوبري كي الروتوناس كامل مدكدكين هيداك عايشين دابا المجتمع كامل عايش هيدا هذا شريبه خلص اراضي العاريه شحال عليك 6 سنين شحال وليدي 6 سنين انا شاري الارض 3 ملايين اخر ما جينا ب 6000 درهم ديال الضريبه الاراضي العاريه عطيني الماء والضوء قال لك ستعمل بيرمي دابيتي تيجي نعمل بيرمي دابيتي قال ما كاينش مخالف للتصاميم والسيد ما جي ما عارف لا تصاميم ولا ولا كتعطيه كاع غيتصدق مع الملكيه ما كيعرفوش تينا كتقول مخالف للتصاميم كيمشي يعمل ديك التسويات الوضعيه شنو غيشوف فيه بعض الناس في المجلس المدينه صوتوا على 18 الناس هو اللي كيحكم بها حنا 22000 مواطنين صوتوا علينا 16 الناس جالسين كيحكموا شحال صوتوا عليك حبابي حبيبي خمسه الناس هو اللي كيحكم هذه ماشي كارثه واش غيسمع لي هذاك اللي صوتوا عليه 18 الناس ما تراخي ورياح مع راسه راه فينا كيجلس في الاوضه خمسه النجوم وحنا سالينا كيقول والله انتخابات فيها على مدى الحياه راه انتخابات حضان وكتقادا شريتيها من عند سينا تقادا راه ما عرفتش تجيب النبيره
جمال.